يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، يستهدف رفع معدل النمو، معدل النمو، يستهدف زيادة الناتج القومي، يستهدف زيادة معدلات التشغيل، يستهدف خفض معدلات البطالة. ده كلها مجموعة من الإجراءات في إطار هذا الإصلاح. موافقة الصندوق النقد الدولي بيؤكد على أن الإجراءات الإصلاحية اللي خدها البنك المركزي أو مجموعة الإجراءات اللي اتخذت في الفترة الأخيرة أن مصر بتسير على الطريق الصحيح. إن شاء الله في إطار مجموعة البرامج اللي خدها خدتها الحكومة أو بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المرتبطة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية محدود الدخل من تأثير هذه القرارات، إن شاء الله هتقلل من التأثير المترتب عليهم. لكن مع المستقبل مثل هذه القرارات سوف تحفز الاستثمار، سوف تؤدي إلى عودة التعامل في العملات الأجنبية من خلال الجهاز المصرفي، سوف تؤدي إلى زيادة الصادرات، سوف تؤدي إلى تحفيز السياحة، سوف تؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل. أعتقد كل ده المجتمع سوف يلمس أثاره في الفترة القريبة جدا. يعني كنت عايز أعرف من حضرتك يا فندم أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل الظروف الراهنة. المؤتمر ده بيأتي بعد قرب نهاية عام 2016 اللي اعتبره الرئيس عام الشباب بعد انعقاد مؤتمر 25 أكتوبر اللي هو عام الشباب، وبالتالي احنا استمدينا عنوان هذا المؤتمر من مصر أولى بشبابها، بعد للرد على موضوعات كثيرة مرتبطة بالشباب، سواء في المشروعات الصغيرة المتوسطة، سواء مرتبطة بالشمول المالي، سواء مرتبطة بظاهرة معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. أعتقد انعقاده في توقيت مهم في هذه الفترة.